جدا جميلة، والهواء مرة حلو هادي. هذه النباتات شكلها حلو وهي تتحرك بكل هدوء وبطء. وهنا أنا ماني عارف إيش أسوي، مستحية من الكاميرا، لكن بوريكم جمال المنظر. أجلس وأتفرج فيه على المنظر الحلو، وعلى بالي إني راح أصور صورة بس طلع فيديو. وهنا أنا جالسة أحاول أنزل من بعض الأحجار كيف بدون ما يطلع شكلي ضحك. وهنا براينت ما شاء الله عليه أتسلق الجبال بكل شجاعة. نرجع هنا على الجبل وأنا أجرب أصوات اللي يسمار بالأحجار. أدور على شيء أسوي لكم فيه أصوات. ولقيت هذي الباين كونز، إن شاء الله يعجبكم صوتها. رايت لسه يتسلق الأحجار. ما يتعب. وهنا قررت أقوم وأصور لكم بعض اللقطات. وهنا كنت أحاول أسوي لكم مقدمة وأتكلم معاكم، لكن مزاجي مرة خرب لما ما عرفت كيف أسوي الكاميرا بشكل يعجبني. وهنا أنا أشتكي لبراينت عن الكاميرا وكيف مزعلة.
أعصابي ورجعت أصور. أحاول أصور لكم المنظر من فوق الجبل لكنه أشبه الحقيقة. شوفوا كيف تصوير برايان كيف مرة حلو. أني كنت أبغى أصور المنظر من فوق وماني عارف كيف، فراح براين وتسلق فوق الحجر وصور لي المنظر. هنا براين تبي يصور عند الأحجار عشان تشوفوا كيف ألوانها حلوة. حبيت أشارككم معلومة إذا ما كنت تعرفوا عن الأشنات، هي شكل من أشكال الحياة المعقدة، هي تتكون من فطريات وطحالب تغطي حوالي 7% من سطح الأرض، وهي علامة على أن الجو صافي جدا لأنها هي حساسة جدا ما تطلع في الأماكن اللي فيها تلوث هوائي. طبعا الجو صار مرة بارد لأنه يقرب وقت الغروب، فلبست الجاكيت. طبعا ما تكون رحلة بدون سناكس. أترككم تشوفوا مقاطع منوعة من تصويري تصوير برايان، الفرق واضح. أتمنى تستمتعوا، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والاشتراك. باي باي.